ومع اقتراب النسخة الثالثة لملتقى الطب التجميلي اليوم نبي نتكلم عن أكثر عمليات التجميل طلبا في المجتمعات العربية عموما والخليجية بالأخص. راح نتكلم حول هذا الموضوع. نرحب بضيوفنا الدكتور سعد الموسى استشاري جراحة التجميل والدكتور عبد الرحمن الصحبي استشاري جراحة التجميل. أهلا ومرحبا فيكم. حياكم الله، سعيدين باستضافتكم. يعني أنا معانا دكاترة التجميل تحس إنك أنت تبغي تسألي وتستشير كل الاستشارات. طيب نتكلم عن جراحات تجميلية خصوصاً تشهد إقبال كبير. بتحكي لنا عن المتطلبات محددة، هل تختلف من كل منطقة لمنطقة؟ بالنسبة للجسم. نعم. هو ما في متطلبات معينة، هو في توقعات المريض. طبعا هم القادمين للبحث عن جراحة التجميل دائما عندهم أشياء معينة ونقاط معينة في أجسامهم لهم رغبة في تعديلها. طيب هنا يأتي وقت النقاش بين المريض وبين جراح التجميل، أنه المريض عنده توقعات معينة للنتائج اللي يبغى يوصل لها، والجراح التجميل الواثق من نفسه والقادر على والأمين مع مرضى يكون صادق مع المريض أنه أنا فعلا أستطيع أن أعطيك النتيجة اللي أنت تبغاها. هناك أحيانا يصير فيه زي ما يقولون جاب بين توقعات المريض الاكسبكتيشنز حقت المريض وبين قدراتنا احنا كجراحين تجميل. في النهاية الجراح هو طبيب وليس ساحر، هناك أشياء معينة يستطيع إيصالها ويستطيع أنه يسويها للمريض، ويجب أن يكون صادق أنه أوكي أنا أقدر أسوي لك شيء معين، أقدر أوصلك للنتيجة الفلانية، لكن ممكن يصير فيه احيانا اختلاف في وجهات النظر انه انا ما اقدر اسوي لك شيء بالضبط اللي انت تبغاه. طيب لازم يكون هذا الامر واضح. فكجراحين تجميل لدينا فعلا معايير معينه، مثلا عمليات شفط الدهون هي ليس الهدف منها عمليه انقاص الوزن. الهدف منها انه تحسين الشكل. فيجيني مرضى كثير اوزانهم زائده اعتذر منهم، لا يمكن عملية شفط الدهون أنها تتحول إلى عملية لإنقاص الوزن، هي عملية لتحسين الشكل. السبب اعتذارك دكتور؟ أنه المريض لن يحصل على نتيجة جيدة إذا كان معدل الكتلة أكثر من 30 فقط مثلا، يعتبر في إطار السمنة المفرطة. المريض لن يحصل على نتيجة جيدة، بالتالي يخسر صحته ويخسر ماله والطبيب يخسر سمعته للأسف. وليس بالضرورة يعني مثلا اللي يكون لو مثلا أنت في يوم من الأيام عملت عملية لفلانة نفس النتائج بتكون نفسها النهائية على الأخرى، يعني تختلف برضو هذه من شخص إلى آخر أكيد صح؟ بالضبط لأنه جينات المريض الشفاء عند المريض يختلف أحيانا من عرق لعرق ومن شخص لشخص. فجينات المريض لها دور كبير حتى في آثار الجروح. مثلا جينات الناس اللي في أفريقيا تختلف عن جينات الناس اللي في أوروبا وفي أمريكا الشمالية من ناحية آثار العمليات الجراحية. نعم أكيد. طيب خلينا نسأل الدكتور عبد الرحمن، بتحكينا عن عملية التجميل، إيش عوامل النجاح اللي حتى تنجح العملية؟ هي عدة عوامل تبدأ من المريض نفسه زي ما قال الدكتور سعد الموسى، أنه يكون عارف شو يبغى، يشتكي من شيء محدد، قرأ عن العملية، عارف الأشياء اللي ممكن يوصلها له الدكتور، ثم بعدين يختار الطبيب الناجح، الطبيب الواثق من نفسه، المدرب جيد لإجراء مثل هذه العمليات، المركز الممتاز، بعدها يكون في بالمقابلة يكون جدا صريح مع المراجع مع الدكتور حقه، يكون إذا في إذا يدخن إذا في مشاكل صحية. للأسف بعض المراجعات يعني تقول أنا وقفت دخان وهي ما وقفت، وهذا يأثر على الندبة، يأثر على الأثر الأخير، وبالتالي بتقول لك ليش ما طلع النتيجة حقتي والأثر حقي جميل مثل فلانة. فلانة كانت ما تدخن، فلانة كانت وزنها مناسب جدا لعملية النحت والشفط والشغلات هذه. فما عمرك يعني تقدر تقول أن نتيجة فلانة حتصير بالضبط مثل نتيجة اللي قبلها أو اللي بعدها. النتيجة تعتمد على مصداقية المريض قبل تبدأ العملية. نعم، واختيارها المناسب للدكتور والعوامل العامة من الصحة العامة والوزن والطول وال جميل. هذه المشكله اللي احنا مع الاسف الشديد احنا بصراحه احنا طبيبين يعني واكيد في اطباء ثانيين بيشوفونا اللي من جد احنا بنواجهه في مجتمع السيدات، انه اوه واو انت ايش دكتورك مثلا دكتور فلان، طب اوكي انا حروح عنده. لما انت تروح عنده انت عملت لها الفيلر بطريقه مو زي اللي عملت لي هي، فانا حاطه في بالي انه انا هو لازم يعمل لي الفيلر او البوتوكس او وات ايفر ايا كان الاجراء الجراحي اللي انت عملت لي هو بنفس الطريقه اللي عملتها مثلا لزميلتي او لصديقتي. انا في الاول وفي الاخير انا احس انه هي دي الموضوع يعني نصيب او حظ، يعني ممكن انت ظبطت معي بس ما تزبط مثلا معي ياسمين. لكن برضو السؤال لكم دكتور سعد ودكتور عبد الرحمن، في هبه
صايرين اغلب السيدات عندنا في المجتمعات وبالذات السعودي. يلا الان الكل فجاه صار تكساس وشغال تكساس. مثلا في بعض البلدان معروفه في العالم العربي، لبنان معروفه بعمل الانف، وكم كمان ايران من البلدان اللي معروفه جدا في عمليات التجميل في الانف. عندنا في الخليج فيلر وبوتوكس وشيل يعني. هل انتم كاطباء تجميل انه عادي تستسهل الاجراء ده؟ واحده يبغى لها ما يبغى لها، بس المهم انه هي تبغى تعمل الاجراء ده، انت حتسوي له دكتور سعد؟ هو زي ما شرحنا قبل قليل لابد ان يكون في تفاهم بين المريض وبين الجراح التجميل او الطبيب المقدم للخدمه. فالقناعات والمعايير تختلف من جيل لجيل. قبل كم سنه مثلا لم تكن الأرداف الممتلئة من معايير الجمال، كانت ربما تعد أحد العيوب طبعاً. الآن اختلف الأمر تماماً. طيب، فأنا كطبيب عندما يأتي أو تأتي مريضة تبغى خدمة معينة، تبغى شكل معين، إذا في استطاعتي أني أعطيها الشكل المعين هذا بحيث أنه يظهر ضمن الشكل الطبيعي، طيب، يعني أنه يكون ما يكون فيك المسألة، أنه يكون الشكل مقبول. حتى لو ما كان حلو عليها؟ لا، لو ما كان حلو راح اقول لها اوكي انه العمليه هذه ما راح تضبط عليك، ما راح تطلع حلو شكلها عليك حلو، طيب، وبالتالي اعتذر. هذا هو الاجراء الافضل. طيب، لانه المريض يمثلك كجراح تجميل، انا طبعا. المريض هذا يمثلني. طيب، فلما هي ممكن تكون مبسوطه وممكن ما تكون مبسوطه، الله العالم، لكن الجمهور راح يشوفها وصاحباتها راح يشوفها اقاربها راح يشوفونها. عندما يكون الشكل مو مقبول او مو طبيعي اعتذر واتوقع انه الافضل عدم اجراء العمليه هذه. نعم. طيب، ما شاء الله دكاتره سعوديين، ودائما احنا نشوف تفوق الطبيب السعودي في الجراحه التجميليه، حتى نشوف انه سيدات من الوطن العربي يجوا عندنا هنا حتى يعملوا العمليه، ولكن بشرط انه يكون دكتور سعودي. ايش رايك في الكلام هذا؟ انا اعتقد ان الطبيب السعودي يعني اثبت جدارته مو بس بالتجميل، في على مستوى جميع التخصصات الطبيه. واعتقد هذا مجهود وثمره سنين من وزاره الصحه والحكومه والابتعاث والتدريب المستمر. يعني الى الحين في بعض دول اوروبيه شرق اوروبا ما عندهم تدريب جراحي التجميل، احنا عندنا تدريب جراحي التجميل يستمر لمده 6 سنوات. هذا بس على مدى انا بس فقط مثال. ونسمع وجهه نظر الدكتور سعد. هو اكيد يعني للاسف الان ما زال هناك الكثير زي ما تفضلت، في ناس يجوا من برا المملكه للمملكه للبحث عن جراحه التجميل، لكن هناك العكس، هناك من يذهب للخارج، مرضى سعوديين يذهبون للخارج، وهذول اقسمهم الى قسمين. في ناس يبحثون عن التكلفه الاقل، انا ما الومهم، طيب، ولكن الغالب الحكم الغالب انه اذا في جراح تجميل جيد سواء في دول الشرق الاوسط او خارجها فاسعاره راح تكون مقاربه لاسعارنا هنا. طيب، البحث عن التكلفه الاقل قد تؤدي لا قدر الله الى مشاكل ومضاعفات لا نهايه لها، يدفع المريض الثمن غاليا من صحته. وهناك النوع الاخر وهو الحمد لله قليل اللي ما هو مقتنع انه، وهذا كلام غير صحيح، انه في جراحين تجميل جيدين في المملكه. والحمد لله مو بس بجراحه التجميل، في زراعه الاعضاء، في جراحات القلب، في جميع مجال التخصصات الطبيه، يعني الجراح السعودي اثبت وجوده. اثبت صح جدارته وجوده، بس في التجميل يعني بصراحه ايوه، يعني زي الدكاتره السعوديين ما في، بكل امانه يعني. لكن خليني اسالكم دكتور سعد ودكتور عبد الرحمن، الان يعني مع الاشياء الجديده اللي بتصير والتقنيات الجديده اللي بتصير، انتوا كيف بتقدروا انكم انتوا تستقوا خبراتكم في الاشياء الجديده اللي بتصير؟ يعني كل يوم عن يوم احنا بنشوف انه فجاه طلعت خيوط، فجاه طلعت الفيلر، انواع واشكال وانواع للفيلر والبوتوكس والاشياء دي. بوجهه نظرك افضل اللي يقوم بالاجراءات التجميليه طبيب واستشاري تجميل جراحه تجميل او زملائكم اطباء الجلديه؟ سؤال انا عارفه هو محرج بس انا لازم تجاوبوني عليه. اترك الاجابه للدكتور عبد الرحمن. هو في رايي انا المهم ان يكون مدرب لاجراء مثل هذه الاجراءات التجميليه عموما. بالنسبه للفيلرز والبوتوكس والخيوط هذه غالبا تكون منطقه مشتركه بين جراحي التجميل والجلديه وفي كم تخصص اخر. حتى في امريكا احيانا تكون ممرضه مدربه وعليها شهادات بس ما تحس دكتور عبد الرحمن انه استشاري تجميل جراحه تجميل مثلا زي حضرتكم
انت عارف تشريح الوجه، انت عارف، انت دارس الشيء. انا اتفق معاكي، بس انا عشان ما يزعل الطرف الاخر عشان نحجم وضعهم، لكن النقطه الاهم في رايي هي يعني الفيلر والبوتوكس هي اجراءات مكتبيه في العياده، في اسوء الحالات بعد فتره ترجع زي ما كانت. الاهم هي العمليات اللي احيانا تتم بغير جراحيه تجميل، وهذه المشكله. اتفق تماما يعني مع الدكتور عبد الرحمن. الان أنا النصيحة يعني للأخوات كلهم اللي مقبلين على جراحة التجميل، أنه لازم تسأل قبل أنها توقع على إجراء عملية أنه الطبيب هذا عنده أن فيه كارد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هي المصرح لها أنه تعطي الشخص فلان أنه جراح تجميل، أنه قبل الإقدام على أي إجراء جراحي أنه تتأكد على الأقل على الأقل أنه اللي أمامها جراح تجميل، لأنه في السوق الآن للأسف كثير ليسوا جراحين تجميل، تخصصات أخرى مختلفة ما نبغى نذكرهم، لكن هم يمارسون إجراءات جراحية. بالضبط، إحنا هذه هي عندنا المشكلة، إنه أوكي في إجراء تجميلي خفيف زي البوتوكس والفيلر، وفي إجراء جراحي تجميلي يتهيأ لأنه لازم زي حضراتكم هم اللي يقوموا فيه. صحيح غزال، ولكن إحنا مكملين، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا مكملين مع الدكتور سعد والدكتور عبد الرحمن مستشارين في عمليات التجميل. خليني بسألك الدكتور عبد الرحمن، ايش النصيحة اللي توجهها لكل مراجعة تجي تطلب تسوي عملية تجميل؟ انا انصح اي مراجعة ترغب في اجراء اي عملية تجميلية، يعني اولا ان تبدا بالبحث عن الجراح المناسب، وتتاكد انه جراح، ثم تتاكد انه جراح تجميلي مدرب لاجراء هذه العملية. جراح تجميلي. السوشيال ميديا الحين حلت جزء من الموضوع، لكن مو كل الموضوع. حلت جزء من الموضوع انها بتطرح لك اسماء، في اسماء جراحين برضو كويسين مش موجودين في السوشيال ميديا الى الان، لكنهم جدا ممتازين ومعروفين في الاوساط الطبيه التجميليه. النقطه الثانيه هي انها تروح طريق الشبكه العنكبوتيه تسال الجراح، تشوف شهاداته، التدريب حقه، ثم بعدين الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، يعني تجري بحث بشكل كامل. مهم جدا، هذا الواجب المنزلي لكل مريضة تبغى تسوي عملية تجميلية. Every patient has to do her own homework. هذا الواجب المنزلي اللي تسويه، لأنه إلى الآن في يعني ما للأسف يعني مع كل الإجراءات التنظيمية إلى الآن نجد بعض الجراحين أو حتى مش جراحين يسوي عملية شد بطن أو يسوي، ثم تدخل المريضة في مشاكل في الأخير هي حتلف وحترجع لنا. فزيادة الوعي هذا يساعد ان المريض يحصل على نتيجه كويسه وما عاد تجي له اللي هي ان شاء الله مستانسه وراضيه بدون ما يكون قصدك في سايد افكت. نعم، ممكن تؤدي المريضة مضاعفات وتدخل في مشاكل وتخسر جزء كبير من وقتها وصحتها، وطبعا النتيجه حتكون والمجهود عليك انت. لو في صار خطا زي كذا مجهود عليك انت حيكون مضاعف اكثر كطبيب. طيب، انك انت بترمم. طيب دكتور سعد، ملتقى الطب التجميلي في نسخته الثالثه، طبعا احنا كلنا عارفين انه الملتقى على الابواب، قد ايش انت كجراح تجميل وحضرتك برضو دكتور عبد الرحمن وجود ملتقى بالحجم ده بالتنظيم ده فعاليه زي كذا بتكون موجوده، قد ايش انت راح تخدمك كطبيب تجميل بالدرجه الاولى؟ هو في الواقع هي الخدمه متبادله، يعني انا كجراح تجميل يتاح لي لقاء مباشر مع الجمهور وشرائح الجمهور بشكل مباشر، من غير انه الجمهور يتكلف حجز مواعيد، دفع كشفيات، بحيث انه يكون يعني بلاش. بلاش طبعا. انه في فرصه للجميع انه يجي ويشوف 100 جراح تجميل موجودين في المكان هذا في وقت واحد. هذه ميزه لي، وميزه لي انه ايضا مقابله الزملاء في مختلف التخصصات، مختلف المراكز الطبيه، هذا شيء جيد. وبالنسبه للمرضى انها هي الهدف منها هي زياده الوعي، لانه هدف الملتقى الطبي التجميلي انه زياده الوعي بشكل عام في المجتمع السعودي. الان ما شاء الله يعني المراه السعوديه كل يوم عن يوم تاخذ حقوق اكثر، هي حقوقها، واحد حقوقها ان من حقها البحث عن مزيد من الجمال، زياده ثقتها في نفسها، وهالملتقى الطبي التجميلي يوفر الفرصه هذه. جميل جدا. طيب خلوني اسالك، بسال الدكتور عبد الرحمن، اغرب حالات او العمليات اللي تطلب منك؟ هي الأغرب دائما أنه تكون يعني طلبات غير منطقية وغير يعني أنه يشبه تشبه أيوة تسوي عملية أنا تشبه. تجيب صورة تقول لك أبغى بالضبط زي هذا بالضبط، يعني فهذا شيء يعني يكون جدا صعب، ما في أحد يشبه أحد، ودائما إحنا جمعنا بال ما تسوي العملية شخصك أنت تفردك بنوعك ترفضها، لأنه هذا مو يعني بادرة أو علامة أن المراجعة عندها
توقعات غير منطقية للعملية. جميل جدا. دكتور عبد الرحمن، قد إيش وجود حاجة زي ملتقى الطب التجميلي بتفيدك أنت كطبيب من حيث احتكاكك بالناس بشكل مباشر؟ مش أطباء. نعم، زي ما قال الدكتور سعد، أنها فائدة للجميع، فائدة للمراجعات، فائدة للجمهور، فائدة لأصحاب المراكز، فائدة للجراحين والأطباء. فائدة للجراحين والأطباء لأنه أنا في مفهوم معين حيكون أكبر تجمع في الخليج أو حتى في الشرق الأوسط لجراحين تجميل مع العامة، أنك تصحح المفاهيم المغلوطة هذه في اللقاءات المباشرة، تعزز المفاهيم الصحيحة، تلتقي بزملاء من زمان ما شفتهم أو زملاء ودك تسلم عليهم، عدد كبير من الأطباء تأخذ استشارة، ممكن أخذ استشارة من أطباء، من أخواننا أطباء الجلدية وأطباء أسنان التجميليين برضو، فحلوة يعني للجميع. جميل. طيب جدا. خلنا نسأل الدكتور سعد، أغرب الحالات اللي جت عندك وطلبوا عمليات؟ والله زي ما قال، هو ما هو أغرب حالات، أغرب الاستفسارات اللي تصير، دائما تجي استفسارات دكتور أنا بموت، طيب يعني تجي الأسئلة هذه، طيب وهي بتعمل عملية التجميل أثناء العملية، طيب أيوه، فالسؤال هذا لما يجيك في الواقع أنه إحنا نسبة حدوث مشاكل لا قدر الله تقل عن 1 في 10,000، طيب فنشجع المرضى دائما أنه إذا المريض وضعه الصحي جيد غير مدخن ما عنده أي مشاكل طبية أنه تتوكل على الله وتسوي العملية هذه إذا لها رغبة. دائما أقول للمرضى القناعة هي قناعة ذاتية، طيب ما أحب المريض يجي عليه ضغط أو سواء عندها ضغط من زوجها أو قريباتها أو أخواتها أو صديقاتها شكلها. عشان تغير الشكل. طيب انت ما تنصحها دكتور تقول لا خلاص انت ما شوف فيك شيء يستدعي ان اسوي عمليه؟ بالضبط، اذا انا شايف الشيء هذا انه ما في شيء يستدعي اجراء نعتذر منهم. جميل جدا. حرجه مره ثانيه ملتقى الطب التجميلي كتجمع زي ملتقى الطب التجميلي، انت كدكتور سعد ايش تشوف ممكن يضيف لجراحين السعوديين بشكل خاص وجود حدث عالمي زي كده؟ يعني الناس مثلا ممكن تفكر ملتقى الطب التجميلي بس راح يتكلم عن فيلر، بوتوكس، الأشياء التجميلية بشكل عام اللي احنا عارفينها دكتور سعد ودكتور عبد الرحمن، لكن أنا عشان كمان كنت موجودة الموسم اللي راح وغطيته، لا هو بيهتم بأدق التفاصيل، ألين ممكن لو في جراحات تجميلية الأصبع رجلك الصغير في دكاترة بيتكلموا عنها، فأبغاك أنكم تشرحوا لي إيش يتكلم ملتقى الطب التجميلي غير الأشياء الأساسية. أيوة هو بالضبط أنه الملتقى على اسمه هو ملتقى، النهاية أنت جمهور يطلب الإجراءات أو باحث عن إجراءات ومقدمين للخدمات. طيب أنت تكون على اطلاع وش الجمهور قاعد يطلب، وش الجمهور استفساراته ورغباته توجهاته ومخاوفه، ودورنا احنا كمقدمين للخدمة ان نجاوب على الاستفسارات هذه. توعية. نعم التوعية. يعني لدرجة انه في مثلا من ضمن الاشياء اللي انا شفتها كانت موجودة الموسم اللي راح، كان في دكاترة كثير بيتكلموا عن التجميل النسائي، يعني مش بس انه التجميل بشكل خارجي، لا حتى تجميل اشياء تخص المراه نسائيه بتكون موجوده. قد ايش لما يكون في تجمع زي كذا طبي كبير دكتور عبد الرحمن، خلينا نقول انا نسويه، راح يفيد المراه بالدرجه الاولى؟ انا اعتقد راح يفيد المراه وبرضه حيفيد الرجال المهتمين بالجراحه التجميليه، حيفيد الامهات انهم يفهموا الاجراءات التجميليه بشكل افضل، لان احيانا يعني الأسبوع الماضي كانت في سيدة خسرت وزن وأمها فقط اللي رافضة العملية، تعتقد أنها زي ما قال دكتور سعد أن بنتها ما حتعيش بعد العملية أو حتصير عندها مشكلة كبيرة بعد العملية، وبالعكس يعني في هذا الملتقى حيساعد الناس أن تفهم كبار السن أنه أن الإجراءات التجميلية هذه اللي هو جيلنا الآن فاهمها، لكن أمهاتنا وأبانا مو فاهمينها، أنها جدا آمنة، أنها جدا توصل لنتيجة ممتازة، عشان كذا هي قاعدة تغري الناس في كل مكان مش بس في السعودية أنهم يطلبوها. صحيح. أكيد. طيب سؤال لكم الاثنين، دائما يقولوا باب النجار مخلوع، أنتم كدكاترة تجميل هل أنتم ممكن تسوون أنفسكم عمليات تجميل؟ ها دكتور عبد الرحمن. يعني ممكن بوتوكس
بوتوكس هذا ما اشوفه انا عمليه تجميل، اشوفه اجراء تجميلي بسيط اعتقد الكل المفروض يسويه بعد 25 سنه تقريبا، لكن عمليه كعمليه لا ما اشوف صراحه قريب. يعني يمكن انت شايف اشياء كثيره فينا بس احنا لسه الدكتوره لا تبحثين عن العيوب فينا. انا هي في النهايه زي ما قلنا قبل شوي هي قناعه. طيب سواء انا جراح تجميل في النهايه انا انسان. طيب اذا الانسان هذا عنده شيء خلاص مو عاجبه حاسس انه بالامكان بطريقه آمنة انه يحسن منه ما في مانع. نعم. ما في مانع. نعم دكتور سعد الموسى نشكر تواجدك معنا والدكتور عبد الرحمن الصحبي شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا للجميع مشاهدينا. فاصل رجعي.